السلام عليكم. إن شاء الله غادي نديرو الكوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي عطيتو لكم البارح. بالنسبة ليكزارسيس 1 عطيتكم ان طابلو وقلت لكم باش تكملوا هادوك لي 4 كاز اللي مازالين خاويين تعمروهم. دونك الا جينا وردينا البال شنو مكتوب في الطابلو، بالنسبة لبروميير ليني عندنا اونغل، لو دوزيام عندنا لا دوزيام ليني عندنا الكوس ديال لونغل. الو هنا غادي نستعملوا لا كالكولاتريس، ou bien الا ما عندكمش تقدروا تانستاليوها في البيسي ديالكم. الو كوم كوا بالنسبه للكوس ديال شكون هنايا حيت ديجا طلبت منكم اون ايتيليزون لا كالكولاتريس. غادي ناخذوا بالنسبه للسطر الاول عندنا الزاويه 30 لونغل اللي عندنا في لا ميزور ديالها 30 دوغري. الو بالنسبه لهاد لونغل غادي نديروا الكوس ديال 30 دوغري، غنلقاو غادي نستعملوا الاله الحاسبه او بيان كيف ما قلنا انستالوها في البيسي ديالنا، غادي نلقاو 0.86. الان غادي نشوفوا بالنسبه لواحد لونغل الكوس ديالو 0.5. شكون هو لونغل اللي الكوس ديالو ايغال 0.5؟ دونك دائما غادي نعتمدوا على الاله الحاسبه، لان ممكن دير الكوس تكون عندك الزاويه معروفه وتجبد ليها الكوس، وبيان لو كونطرير يكون الكوسينوس ديال واحد الزاويه معروف وغادي نجبدوا هذيك الزاويه شحال شحال فيها من درجه. من طبيعه الحال غادي الى عندكم بالنسبه للكالكولاتريس غتضبطوا اولا انكم تخدموا بالدرجات، عاد من بعد تقدروا تخدموا. فوالا دونك الزاويه اللي القياس ديالها 0.5 0.5 هي الزاويه 60 درجه 60 دوغري لا ميم شوز. دونك هنايا غير الاستعمال ديال لا كالكولاتريس، وبيا كيف ما قلت لكم راه ساهل، غادي تشوفوا غير في في البيسي ديالكم تقدروا تانستاليوها سي كلير. غادي نرجعوا بالنسبه ليكزارسيس 2. الوغ بالنسبه ليكزارسيس 2 عطيتكم قلت لكم واحد الزاويه بغينا نرسموها كونستروير ننشئوها على كونستروير ان اونغل، وهاد لونغل شنو كنعرفوا له؟ ما كنعرفوش لا ميزور ديالها شحال فيها، مي كنعرفوا الكوس ديالها ايغال 5 ديفيزي بار 7. الوغ شكون هي كيفاش غادي نديروا باش نتوصلوا اننا نرسموها؟ الوغ جوست غادي ندير ان تي رابيل لا ريغل او الدرس اللي قدمته الاستاذه سهام، وهنايا واحد الاشاره انني انا والاستاذه سهام رحنا منسقين فيما بعضياتنا فيما يخص الثانيات 1 و2 و3 و4، رحنا منسقين والدروس غاديين بتتابع، يعني وحده كتكمل الاخرى، وبالنسبه للثالثات الثالثات كلهم. دونك الثانيه 1 و2 و3 و4 رحنا انا منسقه انا والاستاذه سهام، يعني غتبقاو تصاوبوا التمارين ديالها وديالي والدرس اللي كديروا والدرس اللي كندير، لان واحد كيكمل الاخر. الو غنكملوا. دونك كيف ما سبق لنا شرنا كيفاش كنديروا باش نحسبوا الكوس ديال اكس، قلنا الا كان عندنا ان تريونغل ريكتونغل واحد المثلث قائم الزاويه كنهزو هنايا بالنسبه لهذه كنهزو قلنا لا لونغور دو كوتي ادجاسون وكنقسموها على لا لونغور ديال ليبوتينوز. دونك كوم سا كنلقاو هذيك النسبه داك الكوس شحال كيساوي شحال تتساوي، وهاد هنايا كاينه زاويه وحده اللي القياس ديالها 5 اللي الكوس ديالها كيساوي 5/7 بغينا نرسموها. وهاد الزاويه قلنا حنايا هاد سميتو عاد هاد العام بالنسبه للاعدادي غادي نعرفو غير بالنسبه للزاويه اللي هي ايغو، يعني شتي كوا ايغو، يعني عندنا بالنسبه للقياس ديال الزاويه يعني محصور ما بين 0 درجه و 90 درجه. الوغ في المثلث القائم الزاويه راه عندنا 3 ديال الزوايا 1 2 3، اطول عندنا حنايا اكبر قياس اللي نقدروا نحصلوا عليه هو 90. دونك تيبقاو لي هاد الجوج هادي ولا هادي راه كلهم تيكونوا قل من 90، يعني اوتوماتيكمون راه تيكونوا ايغو. ولا ميم شوز بالنسبه للاخرى، لان هنايا باش يكون المجموع ديالهم 180 90 تيبقاو لنا هاد الزوج داكا. الوغ نعاود نذكر بان هنا الكوسينوس هنايا الكوس ديال كيفاش كنحسبوه، قلنا لا لونغور ديال لو كوتي اوبوزي على لاجاسون. الوغ هنايا غادي نديرو واحد لا غومارك، هاد لا غومارك الا ردينا البال كتاخد لو كوتي لا لونغور ديال لو كوتي ادجاسون وكتقسمو على لا لونغور ديال ليبوتينوز. ما يمكن ليناش نهضروا على هذا المصطلح ديال ليبوتينوس او الوتر غير الا كان المثلث قائم الزاويه، ما عندناش المثلث قائم الزاويه ما كنهضروش على ليبوتينوس. الوغ ملي كناخذوا ليبوتينوس شنو كنبان لنا؟ هو اطول ضلع، كاينين ثلاثه، كاين 1 2 هادو اللي متعامدين، وكاين هذا اللي هنا كيشوف في الزاويه القائمه.
هذا هو ليبوتينيس، وهو اللي تيكون اطول ضلع، طول من هذا وطول من هذا، وهو الا رديتو معايا البال هو اللي تيكون عندنا في الدينوميناتور، هو اللي تيكون عندنا في المقام. اذا بحال الا كتاخد البسط تيكون لا لونغور ديال لو كوتي ادجاسون، وفي المقام تيكون عندنا لا لونغور ديال ليبوتينيس. البسط اصغر من المقام. الوغ ملي تيكون البسط اصغر من المقام، لو كوسيون شو تيكون عندنا؟ تيكون اصغر من اش؟ اصغر من واحد، صافي. من طبيعه الحال الطول موجب، طول موجب يعني موجب على موجب غيخرج لي موجب كبر من صفر، وعندنا هذه صغيره من هذه، ايضا لو كوسيون غادي يكون هذه صغيره على هذه صغر من واحد. الوغ الا كان عندنا اكس القياس ديال واحد الزاويه انونغل اغي، وعندنا يعني اغي ستادير محصور ما بين 0 دوغري و 90 دوغري، الوغ هنا شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان الكوسينوس ديال هاد اكس الي كومبري محصور ما بين صفر و واحد، صفر و واحد، يعني ما يمكنليش نلقى جوج فاصله ثلاثة أربعة، امبوسيبل. بوركوا؟ باسكو الا جينا ردينا البال لهاد لوكوسيون، لوكوسيون ديال هاد لا ديفيزيون هادي شنو غيخرج لي؟ البسط اصغر من المقام، دونك لوكوسيون غادي يكون اصغر من واحد، اصغر من واحد، موجب على موجب اكبر من الصفر. هنايا صغر يعني اصغر من واحد، دونك دائما اصغر ما محصور ما بين صفر وواحد. دونك تلقى هاد لونكادغومون ديال الكوس ديال اكس، الا كان اكس محصور ما بين صفر و 90 درجة، كنلقى هاد لونكادغومون ديال الكوس ديال اكس انه تيكون محصور ما بين صفر وواحد. نعاود نرجعو للطابلو باش نشوفو، شوفو معايا 30 60 70 الى اخره، هاد الزاوية شنو كنلقى؟ توجور صفر فاصلة صفر فاصلة صفر فاصلة صفر فاصلة، فهمنا. الوغ واحد لا غومارك هنا، اننا خدينا بالنسبة لهنا كاين اللي عندنا هنا خدينا غير جوج الارقام ابخي لا فيغول، دو شيفر ابخي لا فيغول، سا سويفي، لان هنايا ما خديناش قيم مضبوطة، خدينا فقط قيم تقريبيه. كاين اللي غادي تخرج لينا مضبوطه نيشان بحال هنايا 60، تخرجت لينا مضبوطه 0.5، هنا خدينا غير قيمه تقريبيه 0.86، وهنا ايضا قيمه تقريبيه. الو هنا 0.0 ما درناش، حيدنا الاختصار. دونك غادي نرجعوا بالنسبه لهنايا، غادي نرجعوا لا كيسيون ديالنا. دونك دوزنا هاد لا غومارك، يعني ما يمكن لكمش الناس اللي تيلقاو الكوز ديال اكس كتساوي 2 3 هنا غيعرف راسو بانه خطأ، هنا هادي صغر من هادي، دونك ضروري لوكوسيون اصغر من واحد، دونك دائما صفر فاصله صفر فاصله الى اخره. الو غنرجعوا لاكزرسيس 2، طلبت منكم ترسموا تنشؤوا واحد الزاويه اللي الكوز ديالها 5 على 7. الو شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نرسموا واحد المثلث هنايا، واحد الزاويه قائمه، هادو يكونوا متعامدين، هادو متعامدين. الو هنايا بغيت 5، يعني 5 هي اللي غادي تكون، 5 هي اللي غادي تكون في لو كوتي في لا لونغور ديال لو كوتي ادجاسون. دونك غادي نجي هنايا غنقسم على 5، انت على حسب الوحده، بغيتي تاخد بالمربعات، بغيتي تاخد بالسنتيمتر، سا ديبون لونيتي اللي بغيتي تخدم بها. دونك 1 2 3 4 5، الوغ نفس الوحده باش خدمتي هنا غتخدم هنايا، غادي تعاود ثاني تاخد، وغتاخد يمكن لك تاخد بالمسطره، يمكن لك تاخد بالكومبا وتعبر. دابا هنايا غادي نجي باش نقلبوا على هاد لو بوين، هاد لو بوين نقطه التقاطع، هادي هاد لو بوين نقطه التقاطع ما بيناش، ما بين هاد المستقيم، ما بين هاد الضلع هذا، وغادي ناخذو ومن هنا اللي شاد ليا من هنا حتى لهنا، ولكن ا كونديسيون انها تكون فيها 7. علاش؟ باش تجيني 5 على 7. دونك سي كلير. الوغ قلنا هنايا غادي نرسمو ان تريونغل ريكتونغل هنا، مي ناخذو هنايا شحال؟ ناخذو هنايا 5 فلا لونغور ديال هاد لو كوتي، وناخذو هنايا 7 فلا لونغور ديال ليبوتينيوس. كيبقى لي هادي ما معروفش، مي نقدر نجبدو الا كان مطلوب. دونك باين كيفاش غنرسمو. الا ردينا البال هنا كنلقاو بان كاينه واحد العلاقه ما بين القياس ديال الزاويه وما بين اطوال اضلاع مثلث قائم الزاويه. دونك هاد الكوسينوس حتى هي كتزيد كتربط واحد العلاقه ما بين القياس ديال الزاويه والطول، يعني نقدر نكون في واحد المثلث نكون تنعرف غير الزاويه القياس ديالها، مثلث قائم الزاويه نكون كنعرف القياس ديال الزاويه شحال، ويكفي نعرفو غير واحد من دوك الثلاثه، نعرفو الطول ديال واحد فيهم، كومسا نقدروا نجبدوا دوك الجوج الاخرين اللي خاصين. نعاود تذكير بالنسبه لتيغام دو بيتاغور، قلنا نعرفو جوج كنجبدوا لو ثوازيام. هادي دابا ملي زدنا الكوس نقدر نعرف غير القياس ديال الزاويه، ومن القياس ديال الزاويه نجبدوا الكوس، ومن الكوس كتربط ليا علاقه ما بين هاد لي دو كوتي ادجاسون مع لي بوتينوس، ملي كنديرو ديك العلاقه كتربط ليا عاوتاني كنجبدو لو ثوازيام
التخوازيام اللي خاصنا تطبيق مبرهنات بيتاغور. الو بحال دابا عندنا هنايا 5 وعندنا هنا 7، سي فاسيل نقدر نجبد هذا شحال كيساوي. غادي نطبق لا غولاسيون. الو 7 او كاري هي 49، 5 او كاري غتعطيني 25، وغادي ناخذ 49 نقصوا منها 49 49 كومسا 49 نقصوا منها 25 كتعطيني 24. دونك هاد لو كوتي هذا شنو غيعطيني؟ هو الراسين ديال 24. هذا الا كان مطلوب. مي حنايا ما طالبينوش، اللي طالبين من هاد التمرين فقط هنا غير كنزيد نوضح العلاقه اللي كاينه ما بين الزاويه القوس ديالها وما بين اطوال اضلاع مثلث قائم الزاويه. اللي غادي نبغي نختم هو ان الا تعطى شي تمرين صوبوه، لان غادي ندير واحد لا ليست وكنشوف الناس اللي كتفاعل وكتصوب التمارين وكهكذا، لان كيفاش غادي حنايا غادي نديروا واحد النقاط؟ ما فهمتش انا. كتشوفوا كتدخلوا كتشوفوا الدرس، مي حتى واحد ما قليل الناس اللي كيجاوبوا قليل الناس اللي كيديروا التمارين. دونك تحملوا شي شويه المسؤوليه الله يرضي عليكم، واللي ما فهمش شي حاجه راه حنا دائما على تواصل معكم. يلا اوفوار.